ما اتعودتش اخسر ابدا، المكسب بيجري في دمي. اضغط على نفسك، هات اخرك، مهما كان التحدي صعب ومستحيل بقدر عليه. اجري واثبت، ما تخليش حاجه توقفك. اثبت على حلمك، المشوار طويل بس لازم تكسر الدنيا. الدقه هي اللي بتميزني عن غيري. هي دي حقيقتي وهي دي حكايتي. ليك في الكوره؟ لا والله يا فندم. احنا هنسالك بقى اسئله في الكوره. الاسئله اللي هسالها لك دي يا حاج هترد عليها خلال 3 ثواني. لما اللاعب بيشوط الكوره في المقص ليه ما بتتخرمش؟ المقص مقفول، ما هتخبط في الوز بتاعه. ممكن يا يكون رجله ضعيفه يا يكون الكوره جامده. تفتكر المقص بيكون بارد؟ انا هي الكوره بتبقى مغلفه على ما اعتقد. الكوره كفر يعني. كفر ومخلفه. لو اللاعب كسب الحذاء الذهبي بس ما جاش مقاسه يعمل ايه؟ بدله. يطلب مقاس اكبر. لا حط فرش. حط فرش. مسات التسلل اتعملت ليه؟ معمول عشان تصطاد اكبر عدد من التسلل. عشان اللعيبه تقع في الغلط. مثلا بخطوه على الخط قبل الخط دي المفروض تكون يعني. لا انت الف سلامه عليك. الهدف الذهبي عيار كام؟ 24. على حسب برضه، في 24 وفي 21. حسب ما يتفقوا الاهلي. صح كده؟ صح. انت راجل عارف. 24. 18. 18. غلط برضه. طب مصنعيته بكام؟ اول واحد لعب كوره لما حب يجرب لعبه كره القدم دي لعب مع مين؟ ماليو جوزيه. ماليو جوزيل. مين؟ ماليو جوزيل. انت قصدك عمانو الجوزيه؟ مع ابن خالته ستيفن. ابن خالته ستيفن. ابن خالته ستيفن. حبيبته دي كانت اسمها دعاء علياء ولا جوليا؟ هي اكيد ولا علياء ولا دعاء. جوليا. ليه مش نسمة؟ ممكن تكون هدير. طب لو انت حضرتك لعبت كوره وجبت جول هتحتفل ازاي؟ هجيب تورتايه وهحتفل انا والعيله. لو جاوبت على الاسئله دي هتاخد جايزه حلوه جدا ومحترمه جدا. المرايه ده مطعم لبناني ولا نادي اللي اشتراها التركي الشيخ؟ سيبني يا عم اقول السؤال. المرايه مطعم لبناني، محل حلواني، ولا نادي اسباني، ولا عايشني ثواني؟ اقلع واستناني. لا نادي اسباني. الله عليك يا حاج. الله. فريق اسباني الدرجه الثانيه. ابن اللعيبه. ولا نادي اسباني؟ ده باين عايشني ثواني. عايشني ثواني. نادي اسباني. طيب نادي اسباني. سقف للحاج جاوب صح. الله اكبر عليك يا حاج. المريا ده نادي حلو، التيشيرت بتاعه مكون من لونين. ايه هما اللونين دول؟ ممكن يكون احمر واصفر. فالينا بتاعت نادي المريا بلونين. بلونين. ايه بقى اللونين دول؟ لون احمر يعني؟ ايوه. والتاني بامبي. ان انت لابسه ده؟ لا اصل ده انا لابسه عادي. لو انت قصدك، لو انت عارف نادي اسباني. ده نادي اسباني. عرفت ازاي؟ فالنسيا. احمر وابيض واصفر. اثنين بس. احمر واصفر. اللون الاولاني بتاع فريق لما بيخسر بيقول بالحكام بالحكام. واللون الثاني لون تيشيرت فريق لما بيخسر بيقول عندنا منه كتير. الاهلي والزمالك ابيض واحمر. الله عليك يا دماغك. كم خط ابيض وكم خط احمر؟ متعد؟ من كف بنفسجي. برافو عليك. طالما احمر يبقى كحل. هم دول. ايه بقى اللونين دول؟ دول ابيض ولون احمر. الله عليك يا حاج. الله اكبر. التميمه بتاعت نادي المريا تمام. التميمه ده اللي هو زي شعار كده، كوره عليها اللي هو الخطوط حمراء كده. هسهلها لك. هو حيوان. ماشي. قوي. تمام. ملك الغابه. الديك. حيوان ملك الغابه. ملك الغابه. يعني ممكن يكون صقر مثلا. ملك الغابه والمصحف. ملك الغابه يا حاج. اسد. اسد. انت اللي اسد. الراجل ده كسب مع صاحبي يا جدع. انت هو يا جدع. اسد. حط كلمه المريه في حكمه او مثل شعبي او حاجه من على توك توك. اقلب الكوره على فمها تطلع المريه لامها. الله عليك. ما تبصليش بقى الرضيه ده. انا جاي من المريه. احنا المريه بس صناعيه. المريه. 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 بطريقه النبطشي. المريه. المريه. معايا اتنين المريه. المريه والناس اللي جايه وايه معديه. المريه. مية مية. المريه فن. ايوه. مش عنا. ايوه. المريه قادم وهينافس في الدوري الاسباني وعلى الله كلام ما. المريه قادم وهيولع الدنيا. المريه قادم وهينافس في الدوري الاسباني. الراجل ده كسب مع صاحبي يا جدع. انت هو يا جدع. اسد. دي الف مبروك يا حاج. انت كسبت 100 دولار من نادي المريه بسبب انك جاوبت على الاسئله اللي احنا بنقول عليها. اوكي والله الف شكر يعني بصراحه. شكرا لجهاز التسجيل، شكرا للجهاز التصويري. شكرا لكل اللي جهاز موجود. لا يعني. الف مبروك يا معلم. شوف الماركات. سقفوا للحاج يا جدعان. حاج عوض. انت كسبت معانا 200 دولار من نادي المريا يا حاج. الف مبروك يا حاج. 5 جنيه. 5 جنيه؟ دي 5 جنيه يا جحده.
دي 100 دولار تقسموها بقى بينكم كل اتنين. الف مبروك، انتوا كسبتوا 100 دولار. مبروك، انتوا كسبتوا 100 دولار. لا بقى اللي معاك كانتين. طب انت بقى عايز تدعي لهم دعوه كده حلوه من قلبك؟ ان شاء الله ربنا يكرمهم ويفوزوا. في مسابقه توقعات على ماتش الميريه الجاي مع ملقا، ان شاء الله تتوقعوا هينتهي كام كام. لو توقعت صح هتدخل في السحب بالفوز على عربيه بي ام دبليو 318 اي. 4-2. 1-0 الميريه. 3-1 الميريه. 2-0 ملقا. 1-0 الميريه. 2-1 لمين؟ لمالجاريه. مين؟ جماعات الاثنين الميريه. كسان طيب، اسمك ايه؟ حضرتك طيب؟ محمد سامي. طبعا فزت بالعربيه البي ام دبليو 318 اي في مسابقه توقعات نادي الميريه اللي بيلعب في الدرجه الثانيه في الدوري الاسباني. محمد انا اسالك سؤال بس ترد بصراحه. اول ما سمعت الخبر ايه اللي حصل لك وعملت ايه؟ بصراحه ما صدقتش نفسي يعني. ومحدش هيصدق طبعا، بس عملت ايه بقى؟ فرحت. اتخضيت طبعا. كلمت طبعا صحابي ووالدتي، صحابي اللي كانوا متوقعين معايا وما كسبوش، بس انا اللي كسبت. ناوي تسميها ايه؟ تسميها ايه؟ بوسي. يعني لو بقول لك اسميها المرايه يعني ده ده الالمانيه. ايه؟ الالمانيه. المرايه. المرايه. ايه نادي المرايه؟ نادي المرايه يا جدع. ارجو بيك يا المرايه. واحد اسميها نادي المرايه واحط عليها اللوجو. طب واصحابك اتعامل معاهم ازاي بعد ما كسبت الدوري؟ اصحابي دول اخواتي يعني، مفتاحين دول، واحد معايا وواحد معاهم، وان شاء الله ما عادش اركبها غير يعني. مامتك وباباك عملوا ايه لما؟ بابا فرح قوي. ليش ليه؟ بابا الله يرحمه. الله مامتي طبعا فرحت جدا و الله يرحمه. الله يرحمه. لا لا مامتي عايشه. وبنصح كل الناس طبعا تشارك في المسابقه دي، وان شاء الله يبقى واحد سعيد حظ زي كده يعني يكسب عربيه زي دي. ربنا يرزقها خيرها يا رب ويكفيك شرها، والف الف مبروك. شكرا جدا. شكرا جدا يا صديقي. اوبا امسك نفسك. هتسوق؟ سويه. عامل حادثتين قبل.